الحلقة دي مخصصينها عن حقوق الأبناء. احنا هنعمل طبعا زي ما قلنا حلقة عن حقوق الآباء. الناس أصلا كانت بتسأل يعني يقول لك احنا حقوقنا فين بقى؟ ايوه بس يعني هوية بابا سايبنا واللي ما بيسألش. دايما بنتكلم عن حق الاب والام على اولادهم، بس احنا بقى النهارده قلنا ان احنا نخصص الحلقه دي في حق الابناء، ما هو الابناء كمان ليهم حقوق برضو. صحيح. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. في البداية بس عاوز أقول كلام سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يقول إن الوالد مسؤول عن والده وإن الولد مسؤول عن والده. يبقى كل واحد مسؤول عن مين؟ عن التاني. مسؤول عن التاني، يعني عليه مسؤولية هيتسئل زي قدام ما هنا ربنا. ده عليه مسؤولية وده كمان ليه عليه مسؤولية. زي ما ده واجب عليه البر، كذلك الأمر الأب واجب عليه الإيه؟ عليه البر. وده اللي احنا نعرفه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم في الأدب المفرد باب كده، باب بر الوالد لولده. باب بر الوالد لولده، ده مهم جدا. ده باب كده ترجم له الإمام البخاري في الأدب في كتابه الماتع الأدب المفرد، وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أن بر الأب لابنه، وأن الإنسان يسأل عنه يوم القيامة. لماذا؟ لأن الإنسان أيضا كما هو مسؤول عن بره، عن بر ابنه له، يعني هو مطلوب منه أن ابنه يبر الأب، كذلك الأمر العكس أن الأب يبر الإيه؟ يبر الابن. وعلى فكرة الإمام البيهقي رحمه الله عد دي شعبة من شعب الإيمان، يعني بر الأب للابن شعبة من شعب الإيمان. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، فمن ضمن الشعب دي اللي هو بر الآباء لمين؟ للأبناء. ودي حاجة مهمة جدا يعني. ولذلك ربنا تبارك وتعالى خلى نعمة الولد دي موهبة عظيمة جدا ومنة من الله تبارك وتعالى يمتن بها على الإنسان. وربنا يقول وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فده مهم جدا، الإنسان لابد أن هو يعرف أنه يعني دي منة وده امتنان من الله عز وجل، ودي موهبة ودي نعمة من الله تبارك وتعالى يجب أن يحافظ إيه؟ أن يحافظ عليه. لكن على طول كده إيه هي الحقوق؟ ده الحقوق كتيرة جدا، بس أول حق يطلعنا كده ويقابلنا كده أول حاجة، وأنا لما أجي أتجوز كده هخلف بعد كده إن شاء الله، يعني الأصل أنا بتجوزها وهخلف، فأنا لازم أختار أم صالحة، يعني اختار أم صالحة الابن يفخر بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول تخيروا لنطفكم. تخيروا إيه؟ لنطفكم وأنكحوا الأكفاء منهم وأنكحوا إليهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هي إيه؟ إحنا كلمنا قبل كده لا تنكح المرأة لأربع، لمالها حسبها نسبها جمالها دينها، فاظفر بذات الدين تربت إيه؟ تربت إيه يداك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب أنا اخترت أم صالحة وبتاع واتجوزنا وزي الفل والحمد لله وربنا رزقنا بالولد، يبقى أول حاجة هعمل إيه؟ أول ما كده هسميه. فلا بد من أن يحسن الإنسان اسم ابنه، ولا بد أن يحسن من تربيته. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قالوا قلت يا رسول الله قد علمنا حق الوالد، فما حق الولد على المين؟ على الأب. قال أن يحسن اسمه وأدبه. يبقى يختار له اسم إيه؟ اسمه طيب كويس، ولابد أن يؤدبه. طب أنا بأدبه عشان ربنا هيسألني يوم القيامة. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك علموهم وأدبوهم الخير كما يقول علي رضي الله عنه. فالإنسان مسؤول عن ابنه ماذا علمه وماذا إيه أدبه. من الحقوق أيضا خلاص أنا خلفت، يبقى في حاجة اسمها التربية الإيمانية. التربية الإيمانية يعني إيه تربية إيمانية؟ عارفة كلام ابن مسعود بيقول تعلمنا الإيمان قبل القرآن. يعني تعلمنا الإيمان قبل القرآن، لابد أن يعلمه أن هناك رب سبحانه تبارك وتعالى وأن الله مطلع عليه. سهل التستري رضي الله عنه خاله كان بيعلمه كده وصغير 3 سنوات، فبيقول له يا ابني كل يوم كده قول الله يراني، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. خلاص يبقى دي تربية إيمانية. ثم بعد ذلك بيجي بقى الكلام ده بيبدأ من الصغر لغاية لما يبدأ يتعلم قراءة وكتابة، لابد من تعليم القراءة والكتابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحقوق؟ فقال أن يعلمه الكتابة والرماية والسباحة وأن يورثه طيبة. يبقى الراجل كده لما أبوه يموت ولا حاجة يورث إيه بقى؟ يورث الأدب من أبوه، العلم من أبوه، إن هو يشرف بأبيه
واخد بال حضرتك؟ ولذلك كان سفيان الثوري رضي الله عنه كان يقول كده: ينبغي للرجل أن يكره ولده على الحديث فإنه مسؤول عن تعليمه. فيطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو يعلمه يعني. التعليم اللي هو إيه موجود في الدنيا ينفعه به فين؟ في الآخر.